في هذا المساء وعلى استاد المدينة التعليمية الذي استضاف 8 مواجهات مونديالية العام الماضي، منها لقاء السعودية وبولندا، ومن أهم المواجهات كانت مباراة دور 16 المغرب من أمام إسبانيا، وفي ربع النهائي كرواتيا من أمام البرازيل. الاستاد شهد فوزين عربيين في المونديال بالإضافة لفوز على إسبانيا، انتصار آخر لتونس على فرنسا، والليلة المنتخب الفلسطيني يعني الكرة اللعب إلى منطقة الجزاء، إلى محاولة هدف أول يتمكن منه المنتخب الإيراني بكرة من منطقة الجزاء، يتمكن من تسجيل أول أهدافه. الكرة كانت صعبة للغاية من داخل منطقة الجزاء، تمكن المنتخب الإيراني عن تسجيل أسبقية في المباراة. الهدف الأول يسجل المنتخب الإيراني مع بداية المباراة عن طريق لاعب كريم نصري، أول أهداف المواجهة. شوف الكرة من جديد، أستراليا هي خارج المحيط الآسيوي، انتشرت في الأوساط الإيرانية بين للعودة لإكمال هذه المباراة اللي انقضت منها 5 دقائق أولى في زمن شوط المباراة الأول، والمنتخب الإيراني تمكن من تسجيل أول أهدافه عبر هذه انطلاقة وتمريرة عبر مصعب بطاط. لعب إلى الأوت، رمية جانبية، لعب في بالي يونايتد بإندونيسيا، الكرة لصالح المنتخب الإيراني وتسديدة، لكنها مرت إلى خارج أرضيات الملعب، إلى ركلة مرمى. التسديدة الماضية مرت إلى خارج أرضيات الملعب، ركلة مرمى في صالح المنتخب الفلسطيني. مايكل تيرمانيني، هذا التدخل اللي يستحق معه بإذن الآن في تنفيذ الكرة الثابتة، وكرة ملعوبة إلى داخل المنطقة. الله، ومرة أخرى المنتخب الإيراني يتمكن من تسجيل ثاني أهدافه في المباراة. شجاعي خليل زادة يسجل ثاني الأهداف للمنتخب الإيراني في شوط المباراة الأول. 2-0 أصبحت النتيجة، المنتخب الإيراني يعود مرة أخرى ويكرر زيارته في شباك المنتخب الفلسطيني عبر كرة ثابتة جاءت رائعة بمنطقة الجزاء، تمكن معها المنتخب الإيراني من تسجيل ثاني أهدافه في شوط المباراة الأول. 2-0 انطلاقة للمنتخب الإيراني من الجهة اللعب آسيوي، سجل نفسك وخالف ركلة حرة مباشرة في مسافة بعيدة، اللعبة كرة موجودة. لاحظوا الكرة من جديد، الإعادة مرة أخرى، ترمى يمكن أن يفكر فيه عناصر المنتخب الفلسطيني. هو تمريرة إلى الخلف والمحاولة عرضية إلى منطقة الجزاء، هذه خطيرة لكنها بالرأس مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة مرمى الرأسية من المنتخب الفلسطيني. التمريرة على الجهة اليمين والانطلاق مقابل لا شيء، أستراليا على المتشفلام في أكثر من مرة بالإمكان التسجيل. ميفتمة رامي حمادة حارس المرمى في المنتخب الفلسطيني، لولا تعلق بالجهة اليسار. هذه محاولة المرور من كامي، استاد المدينة التعليمية من زيادة عدد الأهداف، يعطي تلقع الكرة للمنتخب الإيراني، المنتخب الفلسطيني صالح المنتخب الإيراني، ومحاولة وتقدم انطلاقة لكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية في صالح المنتخب الإيراني. السيطرة الإيرانية، إلا أن هذه الركلة وردة يلعب كرة إلى الجهة اليسار باتجاه المنتخب الإيراني. هل استفاق أخيرا المنتخب الفلسطيني؟ ثم في 2011 المنتخب الإيراني بتاريخ مشاركاتها هدف واحد فقط لصالح المنتخب الفلسطيني. يجب أن يتعزز أكثر فأكثر التمريرة، ثم الكرة خطرة لكن أيضا التغطية، برافو من للمنتخب الإيراني على الجهة اليسار. الله، مرة أخرى المنتخب الإيراني يسجل ثالث أهدافه قبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول. مهدي قاعدي تمكن من تسجيل الهدف الثالث. الكرات المباغتة العرضية إن كانت عبر الظهير الأيمن أو عبر الظهير الأيسر، دائما الكرات تشكل خطرا على مرمى المنتخب الفلسطيني. في المرات الثلاثة يبدو لي بأن الأهداف تكررت نسخة طبق الأصل. المنتخب الإيراني معها تمكن من تسجيل 3 أهداف في هذا الشوط. شوف الكرة مرة أخرى الأول. صافرة مخالفة من جديد، المنتخب الإيراني انطلاقة
رائعة جدا. مكرم دبوب يعطي توجيهاته لتامر صيام بعد جماهير الإيرانية سعيدة بشوط المباراة الثاني. الكرة على الجهة اليسار امتدت أوقاتها إلى 10 دقائق مضاف والمرور والكرة الخطيرة داخل منطقة الجزاء. لكر تامر صيام يعدي في الكرة ما زال يحافظ عليها. اللعبة إلى منطقة الجزاء خطيرة. الله، المنتخب الفلسطيني تمكن من تسجيل ثاني أهدافه بتاريخه في كأس أمم آسيا وعبر راسية تامر صيام، وفرحة في المدرجات الفلسطينية بهذا الحضور للمنتخب الفلسطيني. لم يأتوا للتتويج بهذه البطولة ولا البحث عن الانتصار، أتوا لهذا الحضور، والحضور يسجل باسم تامر. الكرة اللعب عرضية إلى منطقة من منطقة الجزاء، الكرة داخل منطقة الجزاء. التسديدة هذه المرة مرت بعيدة إلى خارج أرضيات الملعب، مرت إلى ركلة مرمى. التسديدة المرمى واحد العناصر البديلة في شوط المباراة الثاني، وتسديدة لكنها مرت بهذا الشكل إلى خارج أرض. منتقل للعب مع الذئاب روما بعد انتقاله من ليفر جدا. المحاولة والتمريرة العرضية برافو رامي حمادة. أوهو، في النهاية تمكن المنتخب الإيراني من إضافة الهدف الرابع عن طريق سيردار أزمون. سيردار أزمون ثاني أغلى لاعب إيراني بعد زميله علي رضا جهنبخش لاعب نادي روما، يتمكن من تسجيل الهدف الرابع في صالح المنتخب الإيراني بهذه الأثناء. 4 أهداف أصبحت النتيجة للمنتخب الإيراني. كرة كانت رائعة على الجهة اليمنى تناقلها الفلسطيني في الكرة. الجماهير هنا وهناك تتويج بلقب أمم آسيا، لا شك بيئات المنتخب الفلسطيني. الكرة اللعب طويلة إلى منطقة من جديد، كرة اللعب إلى منطقة الجزاء. تامر وتحركات عناصر المنتخب الفلسطيني، العرضية دائما لكن القرار بوجود حالة تسلل. جهة اليسار العرضية إلى منطقة الجزاء، أبعدت على مختلف الرياضات كلها عدا أخرى. المنتخب الفلسطيني مع الكرة وتسديدة من بعيد، لكن الكرة مرت إلى علي رضا الملعب إلى ركلة ركنية. أبعدت 5 أهداف في المباراة، وكرة اللعب إلى منطقة هدف ثاني، ويريد أن يكرر تلك الزيارة. تسديدة طويلة في الأمام ترجع مرة ثانية للمنتخب الفلسطيني.